السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الرغيفات ساهلين بزاف بزلافه ديال الدقيق، كتخرج لكم واحد الكميه ما بيهاش، يعني هكا بغيتو تحطوها في الوجبه ديال الافطار وتقدروا ان شاء الله تعاودوهم في العيد لان كيجيو لذاذ بزاف. المكونات كما شفتوا هنا، زلافه ديال الدقيق فيها 300 غرام، عندي اصفر بيضه وحده، عندي معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره شويه ديال الزبده، تقريبا فيها واحد 25 غرام. هنا عندي معلقه صغيره ديال السكر، غادي نديروا واحد راس معلقه ديال الملحه، غادي نحتاج 4 غرام ديال خميره الحلويات يعني نص خنيشه، والماء بارد باش غادي نجمع. غادي نضيف واحد شويه ديال الفاني، الا عندكم داك النكهه ديال زهره البرتقال يكون حسن، كيجيب هكا الرغيفات زوينين. انا ما بقاليش، فغنضيف غير واحد الرشيشه من الفاني، ماشي بزاف صافي. غادي نجمعها بالماء بارد. هادشي اللي فيها، مكونات ساهلين، واحد الرغيفات كيجيو مرقين وهشاش وزوينين بزاف وساهلين صافي. بالنسبه لخميره الحلويات كما قلت لكم 4 غرام، نص هاد الباكيه هادي، عاوتاني باش ما يتنفخوش بزاف، ولكن ضروري من الخميره. هنا كما شفتوا ما كاين لا نشا لا حتى حاجه، ما نحتاجوش داكشي كامل، لان هاد الرغيفات هادو يعني كتوجدوهم بعدا الا بقاو لكم للغدي راه كيبقاو مقرمشين، اما باش تكونجوليهم او تخليهم واحد المده اللي طويله لا، هذوك هادو ماشي ديال التجميد. دابا من بعد ما خلطت هكا هاد الزبده مع هاد العناصر، غنبدا نجمع بالماء بارد، غير الماء بارد، حنا ما دايرينش هنا الخميره معجونه، فالماء دافي كنحتاجوه الا كنا دايرين الخميره، ما دايرينش الخميره ما كاينلاش. هانتوما البنات، من بعد ما ضفت لها الماء راه كتبقى بحال هكا كتلصق شويه، دابا غادي ندلكوها واحد شويه، ضروري تدلك. مين كندلكوها ديك الساعه كنغطيوها بالفيلم اليمونتير وكنخليوها تقريبا من 15 حتى 20 دقيقه، ضروري العجينه ديال الرغيفات ترتاح شويه باش كتعطينا الطوع باش نسرحوها. بعد ما ارتاحت كما شفتوا هي كترجع ملسه ورطبه، غدير منها كويرات غير بالمساعده ديال الزيت، حنا اصلا غنورقوها غير بشويه ديال الزيت، غندير منها كويرات ونرجع معها. صافي البنات، هنا من بعد ما كورتهم كما شفتوا، بالنسبه لهاد الكرات اللي استعملت انا كل وحده غنخرج منها 4 الرغيفات، يعني الا بغيتو من ديبار تنقصوا شويه هاد الكويرات وتخدموا وحده بوحده، انا لا غادي ندير كل كره نخرج منها 4 باش غير كنسربيهم صافي. دابا غادي نبدا نطلق وحده بوحده غير بالزيت. صافي كنمشيو معها غير بشويه، البيض من الافضل تخرجوه قبل، انا كان عندي في الثلاجه شويه كيبقاو دوك الحبيبات. كما شفتوا كل هكا كره غادي ندير منها 4 ديال الرغيفات، ثم كيبقى على حساب الحجم اللي بغيتو. انا غنديرهم شويه صغار، بهذا الحجم هذا هما مازال غادي نزيد نورقهم باش غادي نقليهم.
صافي البنات هنا من بعد ما طويتهم كما شفتوا راه ساهلين، تقدروا تكبروهم الا بغيتوهم هكا يجوكم كبارين، هما مازال كيتنفخوا شويه كيجيو هما هذوك. صافي دابا غادي نبدا نقرصهم، ما تزيدوش الزيت، والزيت كتكون سخنات. بهذا الشكل هذا صافي كنحطوهم في الزيت اللي كتكون سخونه، وتنقصوا شويه العافيه، وتبداو تفرغوا فوق منهم الزيت هكا باش يتنفخوا مزيان. كتبقاو تقلبوهم هكا وتضيفوا لهم الزيت حتى كيقبطوا اللون من الجهتين بجوج. خصهم البنات يتقلاو مزيان باش كيطيبو لكم مزيان. فوالا البنات هانتوما من بعد ما قليتهم كما شفتوا باقي لي واحد تقريبا واحد 7 الحبات، هذوك ما غاديش نعسلهم. وبالنسبه لهذا الطبسيل هذا غندير له شي شويه ديال العسل في الوجه ديالو ونرشو بشويه ديال اللوز. غادي نحاول هكا ندهن غير الوجه ديالهم حيت هما ما يصلحش هكا يعني تغطسوهم في العسل، غادي تفرتو. كندهنهم مزيان وكناخذ شويه ديال اللوز محمر كنديرو في الوجيه ديالو. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا كما شفتوا، راه كتجي واحد الكميه اللي كثيره، انا راه واحد الكميه ما عسلتهاش خليتها هكذاك كما شفتوا، غير زلافه ديال الدقيق يعني 300 غرام كدير لكم. وفي الاول حنا صغرناهم، شوفوا كيفاش كيجي الحجم ديالهم بعد ما كتبسطوهم كيجيو هما هذوك. يعني كنتمنى ان شاء الله تجربوهم كما درتهم انا، وان شاء الله غادي ينجحوا معكم، نقسم لكم شي وحده.
غنقسم معكم هاد الوحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو. ها انتم راه كيجيو مقرمشين ومورقين من الداخل ديالهم، ما كتجيش فيهم العجينه بزاف لان كتبسطوهم مزيان. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.